Thank you.
دام دي للتوخ يوحانون دام دوخ هينون نيو اللوخم في سون حلوفين اثراحا مالين بسلوث امو دي للتوخ واتكلهم قادي شيكي رامر موخم من رسالة بطرس الرسول الأولى بارخ مور حبيباي أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح
وشريك المجد العديد أن يعلن: أرعوا رعية الله التي بينكم نظاراً، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. كذلك أيها الأحداث، اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعاً خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين. وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة، فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين. بارخ مور. Timothy and Titus Baruch Mor. Ahai. Therefore, my son, be strengthened by the grace that is in Jesus the Messiah. And these things that you have heard from me through many witnesses, pass them along to faithful people, who also have the opportunity to teach others, and endure hardships like a good soldier of Jesus the Messiah, who arose from the dead. And if we endure with him, we will also reign with him. For there are many who are rebellious, speaking vainly and deceiving people's minds, especially those who come from the circumcision. Their mouths should be shut, for they corrupt many families and teach what is inappropriate so that they can earn dishonest money. But as for you, speak what is fitting for sound doctrine, and teach older men to be aware in their minds and to be temperate, pure, and sound in faith, love, and endurance. Likewise, exhort the younger men to be temperate. In every way, show yourself to be an example in all good works, and in your teachings, always make sure your words are sound, so that it is pure and uncorrupted, and so no one can criticize it, so that anyone who stands against us will be ashamed, being unable to say anything harmful about us. Baruch Mor. Hallelujah.
حث نخفث صوت شمال أزبرثود ملي حيث دروه بوينجل يوم قد يشد مران يشو امشي حد ميث اقرالا قادي شد موراني شام شيحاس برثو مايوني ثم اللقاس مسبران آدم سابر حي وفرقان العلماء زبناخين دب دبرانو ثد مارا والا فاروقا ديلن يشو هم شيحا ازد حيا لا دد بسر من بثل تا قدشتا مريم برخمار هلين دين قال أيضا لتلاميذه كان إنسان غني له وكيل فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله فدعاه وقال له ما هذا الذي أسمع عنك أعطي حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد فقال الوكيل في نفسه ماذا أفعل لأن سيدي يأخذ مني الوكالة لست أستطيع أن أنقب أو أستحي أن أستعطي قد علمت ماذا أفعل حتى إذا عزلت من الوكالة يقبلوني في بيوتهم فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول كم عليك لسيدي فقال 100 بث زيت فقال له خصكك واجلس عاجلا واكتب 50 ثم قال لآخر وأنت كم عليك فقال 100 كر قمح فقال له خصكك واكتب 80 فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل لأن أبناء ذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير فإن لم تكونوا أمنا في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق وإن لم تكونوا منا فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم لا يقدر خادم أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال بارخ مور وشينا واشلا
Stomon Kalos Korela So Baruch Mor and Salekulan Rahme Wahnana Memorial Boy مريم رحمن و رحم علينا و دارين تشبحت ثودي ثائد رب قول أسر مرام طابد لباطل أمين و إيث بخول إزبان و بخول عيدان نشتويت ناسي برخمور Glory to the good Lord who broke his body and gave us to eat, and mixed his blood and gave us to drink, and made us inherit his heavenly kingdom. To him be glory, honor, and worship at this time of the celebration of the divine Eucharist, and at all feasts, times, hours, and seasons, all the days of our life. Forever. The Maryam Rahmana Waqdam Madhbhai Khasyana أقدام رازي على قديش والله هايم اسم السيمين من إداء يا ابن ماليا صالي كلان ورحمة أحنان من مريان باي مريم رحمان رحم علينا وعذرين عم اطرد باسم حسيانو برخ مروخيل ومدكيانو شبو قلبي شوثان حيمر يالو بمرحمنو ذات حب ولا طو عيساقية ولا طو عود كل عمودي لو ميمنو ادخر وحاس ومريالو نفشوثا نفشوث ذاب وين داحاين وضربون وذملفون وضعانيدين ميمني الدايت دي لو قادشتو ومشابتو وعني لان تلعضرونا وفروق لان وقابل صلاو ذان وتشفوثا وكلي وعبر مير برحمي كلين شبت روزو والعرث طبثو أشو الخلان والشلوم مشيو يوم نعلا لو شمو لو تودي دو مسقينا هو شو أبو الإزبان الغلمين برخمور أمامك أيها الإله الآب المحجوب عن الملائكة ورؤساء الملائكة وأمام ابنك الحبيب الذي كشف ذاته للعالم بمحبته وأمام رؤيك القدوس الذي طار العالم برحمته وأمام مذبحك المقدس حيث استعلن لاهوتك وحيث يحل الثالوث المقدس نقدم هذه الذبيحة كي تكون للصفيان آثامنا ولغفران خطايانا ولمحو الزلات كل رعيتك وراحة وذكرا صالحا لكل الأموات المؤمنين ونقدم لك التسبيح والتعظيم الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين مريا القابل حسنا مر من الانقاب الحسف حوب وشبقان وضحت وابترين علمي والعلم علمي آمين إن عدين
قدام حين حطايا لا ينوي مار قادي شبا قادي شبا شودم قدش فرمود خطايا عبدك افخيس ومفرحام على نفسي وثان ونفسي وثان كدب وهين ودع حين ودراب ونين ودملف ونين ودع عنيدين وادخلون عنيد ما يمني يلد ديتو دينو قدش توم شبحتو بتريهن علمي والعلم علمي أبونا معليو لاله نعنوني مار نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب الجوهر الذي به صار كل شيء الذي من أجل إخوتي وأحبائي سامحوني إخوتي وأحبائي سامحوني إخوتي وأحبائي سامحوني ومن أيام العطاء وعادت إلى وصار إنسانا وصلب عيوبا عنا في عهد بلاطس تألم ومات ودفن وقع في اليوم الثالث كما شاء وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات ذلك الذي ليس لممكن قضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل المنبثق من الآب ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناهض بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعبودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في العالم الآسي آمين اصطمي القلب لنا ربنا محبة والفن كاملا لنحمدك ونسبحك ابنك الوحيد وروحك القدوس المجيد لنا وكل أوان وإلى أبد الأبدين أمين نتين الشوم والأحدود كل نوش القريب نشخت وقد اشتو والويتو حبت مران والوها من بوثار شلومان و قدیشا والو یاد ثیهب تو بغدام مریم رحمانا
ريشين أركين أخدمك موران And bless all of us with your blessing, which cannot be taken away. Make us worthy to do your will and that of your only begotten Son and of your Holy Spirit, now, always, and forever. وابعد عنا ربنا كل فكر دنيس بواسطة هذه الذبيحة التي نقدمها لك منورا بها نفوسنا ومقدسنا سادنا لنودي لك الحمد والثناء ولابنك الوحيد ورويك القدوس المجيد لنا وكل اوان والى ابد الابدين قم شفير قم بحنثا قم نقوثا قم زيوثا قم قديشوثا قم دينك لنا حي حوبا وبيمونوثا نشرارا مثي يضعنا عيدان الدخلا ثلوبا نفورا قد اشتد اقدام انسيما حربي ذا يا ابن ماليوم دم شينا بشلوم دبخت حيث لاله ابو مركول حلف كل انقارم رحمه وشلوم نبخت محبة الله لأبي الفريد ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس الفارقليط المجيد لتكن معكم جميعا يا إخوتي وأحبائي إلى الأبد لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا في ساعة في العالي حيث المسيح جالس عن يمين الله إذا لنشكر الرب بمخافته With the thousands of thousands and the millions of millions of the fiery angels who stand before you, O Lord. And as we glorify you, may we also be worthy to praise you thrice, crying out and saying, Kadi. قابل موت صبيانو
لفين حط يود لحطو ساب لحمو بيداو قادي شوثو كدودي برخمور باري قادي وقصو يا بلجني او قادي شويمار سابخ المين ونوفاد علو فيكون وحلو ساقي يمي تقصي مي ثياب شبقو رضحطوي والحايد العلام علمي أخوث والكوس انساب كدودي برخمور باري قادي يا بنون لجني او قادي شوي مار سابش تومينه كل خون او نوديم دحلو فيكون وحلو ساقي متشي مثيب شبقون ضحطوي والحاي دل علام علمي And he instructed the sacraments to his holy disciples. He commanded them, saying, Do this in remembrance of me until I come. تذكر بيعتك يا رب سائر أعمالك الخلاص يوم جيئك الثاني الرهيب الذي فيه تجازي كل إنسان كأفعاله فمن أجل هذا تندم وتضرع إليك رعيتك وبواسطتك ومعك لأبيك قائلتان رحم علينا رحم علينا الله أبو أحدكم ونحن أيضا عبدك الخطاة والضعفاء فيما نتقبل نعمتك نقدم شكر لرأفتك من أجل كل نعمك مرهيب عيدنا نحابي باي
استجبني يا رب أشفق علينا أيها الصالح وارحمنا أي كانت كدماجين نعبد اللحمون وبارخمون فغرو معبد حي فغرو فرقوي فغرو دمشي حالو أديلا وانكذن جملة برخمور مودياتي قحداد مو فرقوي دير دمشي حالو ديلا So that this sacrament may dwell who partake of them for the absolution of their trespasses may the written life by them that they offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son and to your Holy Spirit, now, always, and forever. Baruch Mor and Saleh Kashef, Moran Waluan, Baidonon, أبو وضحيلو قديشو وحلف كلهون أبوثو ومذبرون إديلا أنون تقايمين بريشين يومانو وبحاية أثنون عيدوثو قديشوثو ظلوت واربع بنيون راعين ومذبرين قديشم يقري طفثوني فطر يرخديلن أبون مران مرن أطيوس دهو أفرم ترايونو وأبون مرثي ودورس ترايونو وحسا يوديلن أبون مر ديونوس مرني قديموس وابو مروجين نثقيمون بالو ام شاركت خلون افسخوف ارثوذكسو سلوثون شورا ذهويلان ماريان اثكاشف قري الي إيسان برخمار امنح يا ربي عتك المقدس امنا وسلاما ومدبريا شيخوخة صالحة وهادية وأقف فيها رعاة يحكمون بكلمة الحق حكما عادلا لنحمدك وابنك الوحيد وروعك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين برخ مور تبدين مثادينا نلوي شوياث طوب وشبيحات من كل هين شربو ثودرهم قد اشتم شبحتم وانبرختم عليتم وبثلاث بقول اسبان طوب ونيثو يضاث الله مريم
عمودين ثعدن بي ولشنيحم كروزي ولونجل سطيل سهدي والموديوني والطوبونو مريوحانو نسجدو معمدونو راهوتو قدمو يدموريم والريشة يشليحم عليهم مر فطرس ومر فوضس وسنغر ديلان مر متاي نتخردين اخذون كلون قديش وقديشوثو صوثون شروتي ولان المريون اذكاشف واسترنا يا رب في أكناف قديسيك وانضمنا في رتبهم لكي معهم نرتل لك آيات الشكران ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل وانين وإلى أبد الأبدين بارخنا لنذكر أيضا جميع الموتى المؤمنين الذين تقدموا فانتقلوا من هذا المذبح المقدس ومن هذه البيعة وهذا البلد ومن كل البلاد والنواحي راقدين على المعتقد المستقيم وبلغوا إلى الله رب الأرواح والأجساد فإننا نطلب مبتهلين إلى المسيح إلهنا الذي أخذ إليه نفوسهم وأرواحهم لكي يؤهلهم برحمته الجزيلة غفران الذنوب والصفح عن الخطايا ويبلغنا وإياهم إلى ملكوت السماوي ولنهتف ثلاثة قائلين قرئ ليسون قرئ ليسون قرئ ليسون وابسط يا رب جناح رحمتك على الذين رحلوا عنا واغفر ذنوبهم صافحا عن خطاياهم لأن جسد ابنك الوحيد ودمهم ودعهم في أعضائهم وبين ترجى الحظوة بالرحمة وغفران خطايانا وخطاياهم أني حسوش بقالوش رعوثو ديلانو دلهون أيلين ضحطينا نقضو ميك بصبيونو ودلو بصبيونو بيذاتو ودلو بيذاتو وإنا وجميع الذين رحلوا عنا لآخرة مسيحية غير متذكر ذنوبنا وذنوبهم لنشكرك على هذه وعلى سائر نعمك ونعظم ونبجل اسمك المبارك الكل الإجلال واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل وانين وإلى أبد الأبدين أمين إثاو وإثاو كتر الدردرين والكل هون دور العلم علمينا من بارخ مور بارخ مور شلومو الكل خون ميدا مرسي of the Almighty God and our Savior Jesus Christ
be with all of you, my brother and sister, forever. للابن الوحيد
نحن الذين بين يديك نسلم كافة أيام حياتنا يا واشفق علينا يا أيها الصالح وارحمنا اللهم يا قابل الصلوات والمجيب إلى الطلبات إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا إياها ابنك الوحيد القدوس هاتفينا بقلب خاشع وقائلين أبن الدشمايو الشرير ومن كل ما يخالف نواميسك الإلهية واغفر خطايانا وذنوبنا واعف عن جميع الذين أخطأوا إلينا بأين وإن كان
لنشكرك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. بارخ مور شلومو الكل خون مكذون سيبوي تدرس يولين قاديش ولوين اذخارب توم الضوم من يوم رحمون ونشين أركين واستر يا رب شعبك وغنم رعيتك المنتظرة تناول جسد ابنك الوحيد ودمي واجزل بركاتك عليهم وقدس نفوسنا وأجسادنا لنهدي لك الحمد والثناء ولابنك الوحيد ورويك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. بارخ مور السلام لجميعكم. لتكن نعمة ومراحم الثالوث الأقدس المجيد وغير المخلوق الأزلي السرمدي الواجب الوجود المساوي لك في الجوهر بارخ مور مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. أمين. بارخ مور إثنان حور أرائي الأقداس يجب أن تعطى فقط للقديسين والأنقياء حاد أبو قديش جبل العالم بتحننه آمين معنا والابن الواحد القدوس الذي خلص العالم بآلام قنومه الثمينة آمين معنا هو الروح الواحد القدوس الذي يكمل ويتمم جميع ما كان وسيكون ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد آمين. قربون المدعو بر رنا
اب وابرو روح حي وقاديش وحاضر وشرير امين. مساء الخير يا جماعه بري خمشو. اليوم الوعظه مو لالي مش مازداني بس يعني ابونا توبي بعد شوي ما هيك؟ ايه لا بدك للساعه رح نخبزك خبز اليوم وعجن. الحقيقه انا عاده بحضر كلماتي بس اليوم انا مش بدي احكي اللي بدي استخدم الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. لكن قبل ما أحكي كلمتين صغار بحب رحب بأخي صاحب النيافة سيدنا ماري قديموس داود شرف مطران الموصل ومثل ما بتعرفوا أسد السريان ما هيك؟ يلا سيدنا وجودك بركة بهالمناسبة الحلوة ونحن بنعرف يعني انت ابن الموصل ومطران الموصل وداني او خلص دانيال انا بضل بقول بدنا ناديك دانيال وبرد برجع بناديك داني ها نشوف الخريف بنادي لك شو بتنادي له انت غير شيء يلا ماشي الحال هلا بكم بعدين بس نطلع برات الهواء لكن هو كمان نوعا ما من هالابرشيات العامره من ابرشيات العراق وهو ربي بهالعائله الكهنوتيه الرائعه فوجودكم بركه سيدنا بيزيدنا بركه وبركه لشماسنا والابونا اللي حكون خادم الهرعيه الحلوه جدا. ما في داعي رحب بسيدنا اوجين بس دي اسمع زقفه قويه لشوف. سيدنا اوجين هو ابن الابرشيه وابن هالرعيه وابو هالرعيه. لأنه كل شيء عم تشوفوه الحلو بهالرعية هو شغل أبونا أوجين. واليوم أبونا أوجين نحن ما منآمن بالهيك التوريث بس هيك صارت شو بدنا نساوي هيك بدو ربنا. فأبونا أوجين سيدنا أوجين اليوم تركنا وعطانا شاب حلو اسمه شماس دانيال اللي بس نخلص الرسائل تقدروا كلها تكون أبونا دانيال. اليوم الحلو باجتماعنا أنه في عنا كل كهنة الأبرشية وعنا كهنة من كنايسنا الشقيقة وعنا أبوه لأبونا دانيال الخوري نعمة وعنا عمه عنا عمين لقلوا اليوم عنا حموه أبونا يعقوب وعنا عمه أبونا أفرام اليوم وانا عم بسالهم من كم سنه صاروا الكهنوت بعائلتكم قالوا لي من 1650 فانا زعلت بتعرفوا ليش ما عزموني على رسامه اول كاهن هي محسوبه عليك ده انت اصغر واحد بيناتهم اليوم اختلفنا بس لقلكم نحن شو راح عم ناخذ اليوم عندنا كاهن راح يرسم شماس راح يرسم هلا بعد شوي ومن عائلة كهنوتية عريقة والكهنوت بركة لما يكون بعائلاتنا هذا كلام لألكم كلياتكم يعني هذا المثل اللي بنسمعه دائما بين السريان اللي ما منه خير بعته للدير غلط لأنه اللي فيه خير نبعته للدير والشماس دانيال الكاهن بعد شوي هو إنجينير هو دارس لاهوت بكنيسة كليريكية مارغناطيوس هو دارس هو إذا بتكون رضعان خدمة الكنيسة من أمه ومن أبوه ومن عائلته الجميلة والعائلة المباركة بيت الخوري نعمة وبيت الشماني بتعرفوا لأنه العائلة عطتنا كنا مختلفين هن 19 كاهن ولا 20 ولا 21 ولا 22 شو اتفقنا اليوم 22 وعطونا مطرانين سيدنا موسى الشماني ما موجود معنا اليوم من حيي ونطلب منه يصلي لكاهننا الجديد وحبيب قلبنا سيدنا أوجين قبل ما أختم كلامي بدي أعطي هدية للحقيقة الهدية مو بس لأبونا الخوري نعمة هي لأبونا الخوري نعمة ولأمينا للخورية لأنه هذا شغلكم مع بعض البعض طلعتونا هالعيلة الحلوة بدي أبونا قبل ما بلش بصلاة الرسامة اطلب منك انه تقبل هالصليب
اللي هو بركة لكلياتنا وبركة لإلك ولعائلتك أبونا الحالي. طول عمرك يخليلنا ياك حبيب قلبي. خليلنا ياكم يا جماعة. وهلا رح نبلش بطقس الرسامة. بدي قلم. افتح لي هذا على ال... ايه امسكه. هلا بس وقت ال... ايه. تعال لازم نركعك اليوم ما شمس. تعال طقس الرسامة ببلش بوصية بنقولها للشماس المرتسم أو الكاهن. وصية كتير حلوة ضروري تسمعوها كلياتكم. بشيما بوبرو روحو حايو قاديشو حاضلو شاريرو آمين. أيها الابن الروحي الشماس دانيال، بما أنك ترغب في الدنو من خدمة الله تعالى ولهذه الدرجة السامية لتختبر أسرار المسيح ربنا، اقبل هذه الموهبة العظيمة التي لا تقدر بثمن والتي تعطى لك بواسطة ضعفنا. لذلك علينا أن نرشدك إلى الطريق المستقيم ونعلمك بالذي عليك أن تسلك به وتحفظ الإيمان القويم الذي بلا شائبة كما سلمه ربنا يسوع المسيح في إنجيله لتلاميذه المختارين، وهم سلموه بدورهم لأبناء البيعة المقدسة بواسطة تلاميذهم الرسوليين والملافنة والمعلمين القويمين الإيمان. ويجب عليك أن تؤمن الإيمان المستقيم بالآب والابن والروح القدس، ثلاثة أقانيم، إله واحد، فيكون إيمانك ظاهراً وباطناً نطقاً وقلباً، وتعتقد أيضاً بأن واحداً من الأقانيم الثلاثة الذي هو كلمة الله نزل من السماء بمشيئته ومشيئة أبيه وروح القدوس وحل في العذراء الطاهرة مريم وتجسد منها لمحبته للبشر، وإذ كان حالاً في أحشاء العذراء كان في الوقت نفسه جالسا على عرش العظمة، وهو إله تام وإنسان تام ذو أقنوم واحد وطبيعة واحدة. وأن تؤمن أيضا وتتبع مار بطرس هامة الرسل ورفاقه الرسل والاثنين والسبعين مبشرا، ومار غناطيوس النوراني وديونوسيوس ويوليوس وأثناسيوس وباسيليوس وغريغوريوس وإيوانيس وكيريلوس وديوسقورس المعترف وسيوريوس لسان حال جميع الملافنة، ومن بعد هؤلاء يجب أن تقدم الولاء لقداسة مار غناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا، وتطيعني أنا العبد الضعيف مطران هذه الأبرشية السالك بطرقهم، وعليك أن ترفض معنا عبادة الأصنام والمجوسية وكل الهرطقات، فتحرم ما نحرم وترفض ما نرفض. قول معي: أؤمن بما تؤمنون. قل أول شيء: أحرم ما تحرمون وأرفض ما ترفضون. أؤمن بما تؤمنون وأحرم ما تحرمون وأرفض ما ترفضون. والآن نوصيك أن تقوم في خدمة الله تعالى كما يجب ويليق بلا كسل ولا ملل، وأن تحفظ نفسك من العيوب والشراهة والسكر ومن كل ما يبعد الإنسان عن الله، كما أوصى بولس الرسول أنه يجب على القسيس أن يكون بلا لوم صاحياً عاقلاً محتشماً محباً للغرباء صالحاً للتعليم غير مدمن الخمر ولا ضراب، بل حليماً غير مخاصم ولا محب للمال، فهذه جميعها مبغضة أمام الله. وأن تكون مواظباً على الصوم والصلاة والابتهال للمسيح ربنا عنك وعن كل الشعب الذي تصلي أمامه، وأن تكون محباً للغرباء وللضعفاء وللفقراء، وأن تتحلى بالتواضع والحلم واللطف مع كل إنسان حتى تستحق أن تكون كاهنا حقيقيا في بيت الله، وبذلك نستطيع أن نقف نحن ببياض الوجه أمام المسيح ربنا ولا يلحقنا بسببك أي لوم قدام الله. واعلم أيها الابن الروحي
أن هذه العلامة مسك ليها هاي اعطيني الألم تعال عشان موشو حبيبي اعطيني امسك معي حط هون حط ايدك تكون شهادة عليك أمام الله وأمام ملائكته القديسين وهذا المذبح المقدس بأنك ستحافظ على الإيمان المستقيم الذي سلمناه إليك بلا غش ولا محاباة لكي نقف نحن وأنت معا بوجه طلق أمام المسيح ربنا عند مجيئه الثاني والآن بيدك تضع في هذا الكتاب علامة الصليب الحي متعهداً بأنك سوف لا تغير شيئاً مما أوصيناك به وأن تكون مطيعاً لنا وحافظاً لوصايانا لكي يحييك الله وإلا فسيحكم الله بيني وبينك في يوم الدين وإني رفعت يدي إلى السماء ليحل الروح القدس عليك بما إنني وسيط في هذا الأمر فلا تهمل شيئاً من كل ما أوصيناك به وهو ذا نحن حاضرون أمام الله وأمام الملائكة القديسين والشهداء والقديسين ليكونوا شهوداً بيني وبينك بأنك لا تغير شيئاً مما سلمناه لك نبتهل إلى ربنا يسوع المسيح أن ينجينا وينجيك من الآثام وأن يؤهلك لتقف أمامه فرحاً رابحاً بما سلمناه إليك لتسمع صوته المفرح القائل تعال إلي يا مبارك أبي رث الملك المعد لك قبل إنشاء العالم بشفاعة البتول العذراء مريم والدة الإله وجميع الشهداء والقديسين آمين أعطيني خذوا لنا هاي من هون بسيكات أعطوني المقص وشيلوا هالكرسي يعملوا معروف شيلوا الكرسي تعال سكلي هاي اليوم اتفقنا مع عجل خليك معي اعطيني الصليب الصليب مشمشونو دونييل روحو قاديشو قوريلوخ تهوي قاشيشو بعيتو دمور ماتاي صوبو ميشيغان شماس دانيال الروح القدس يدعوك لتكون كاهنا في كنيسة ماريمتا الناسك في ولاية ميشيغان ديكن دونييل The Holy Spirit calls you to be a priest in St. Matthew the Hermit Church of Michigan. بيمينك القوية وبذرائك السامية بيعتك المقدسة التي اقتنيتها بدمك الثمين واطرد عنا مبعدا كل الذين يتعلقون بالعبادات الباطلة الشيطانية وامنحها لكي تترجى وتؤمن بك وتفرح وتبتهج بخلاصك لكي تقدم لك حملان المسيحيين الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين رائمة بوثوس ودرع ميك احطوها أوسى يا ويلي الحود اكسى
سجير مئاله قابل الأذى أبرس طرح مالا أزقو أشيغين من عول من أهطو هيداكم ميتو سخل وذيو ذانو أهطو الأقبالين وبخو الزبان أبو قديشو يوهو بوت قديشو ثاله قديش قيبو ثاخل عبدو دمسك الموارثو بونث قادا الحوذيك عطيث وبيشوت اخذو ميك سارث ميطول تزداد قد ملثوخ وتسقيب دينيك ميطول دبع ولو يضبط نيث وبحطو يقطن ثانين روذاب موهد في الاشلي حدي لحكيم الله حكيم الطيب وثوخ العبد ودم ساكن روح بين ثحكام تن پشلاز و دوگسیاد تهم داغ و دعتون و سرعت زوفا و دکی و حلیلم به من تلگو احوار روحات دشتی حب لشون نور و حکیم آلوه خادشت موقت عبد و دمسک روح و بینت قادش اسماعیل بو سما خواهد دوثونه دونگر میمکی خی افه افه اطای کنه سخیل واس الحیم ترعید اشمایو تفتح طیبو تغدو مینالو وگین یمینو على عبدو دم سكيلو تبوني ثبارا لبو دخيون بريبي علوهو وروحو تقنتو حديث بغاو لا تجدي من اغضميك وروح قديش ولو تسبني مفصلا مستعبا صورو دخدو مكينو علوه حويا الموثو بون استعبا ستدرو حق قديشو إلو أفايق لي بوسامخ وفرقانخ وروحخ مشابحت تسمخان دالف العوالي وروحخ وحاطه الواثخ نثفنو كشش مايوني مفتحين شغلو يعبدو خالوه زغري تحتوي تشبحتو لتحلطي بكل شيهو صون من بضان القبرقون ونشبح لشون زادي خوث ومر افتح الاسفوث وقوم نزمر تشبح ضوث تغرين نوراني كالصور الرمى روحا ألو نوحيد دنشاكي موافثو بيدي رشكوني لتشولين لو تطلو صبيب دبح يفلو بيخذ الشرم ثراعين دبحا ودلو رحوي ماك يختولي بوشي قولو لو مسلين لو مستيكونو بيدا يدف يمت حد روحو حالوه نوحي دنشاكين موات الريشو تخوني بدمو ثارو أعطي صبيرا صهيون وابني شورد ورشليم ايدي تسرد بحيط خشتو ابيض نشلمي ايدي ناس كنتر على المذبحوخ لخ يشوع لو بارخمو يون الحوبي بيد مغلولو ذد روحو علو داكم روحو فخر عبدو دم ساكل شملو يربيني داكي بارخمو برو والروح قديش من عالم عدم العالم المين من شبحت لي ذيل حدت له ثو حدو علو أبو وبرو روح قدش حضلو شرير ادنس غدينا مريو رحمة تشمشت بيتو مو هللو يا وهللو مشجر يشبحو كون
لو يميت داود عبده لو تفي غفا ودمشي حو إمام مريول داود بشرو رد لو نفق مني هاليلو يا والي لو يدمن في ري كرسو خو تبع الكورس يو برخمو حول بول برو والروح قديشو العالم ودم العالم المين أمين بعيد صفر قد مينا سودين الروح قد شاب دم وابتن الفصحون نفشو ذات في صلي May I ask you to stand up, please? ومن قالوا اسمني لا برخ بصال كل رحمة وحنان من مريم بعي مريم رحمان رحم علينا داري تشبات توديثا درقلاسا رم رم طابت لباطل أمين وإيذ بخل زبان وبخل عيدان نشت ودنسي بارخ مور glory to the King of Kings and Lord of Lords the giver of heavenly gifts and the provider of divine grants who perfected his apostles by his spirit and taught his disciples his wisdom. To him befits praise, glory, and worship with his Father and his Holy Spirit at this time in which we perform this divine service, praying for mercy and compassion at all festival times, hours and seasons, all the days, of our life forever. Amen. Baruch Mor, Ayyuha al-Rab, Rabbuna al-Ra'uf, wa muhibbu al-Bashar, man laysat al-awalim kullaha jadira bikarama majdihi al-samiya, يا من يسجد له الملائكة ويسبح رؤساء الملائكة ويقدس السرافيون وتعظم بوجل جميع الطومات الروحية غير المجسمة وقد ارتضى من أجل مراحم الكثيرة الموجودة فيه طبعاً أن يلذذ الطبع البشري بتسابيح روحية وسماوية ولهذا أودع الأرضيين بواسطة رسل القديسين رتبا سماوية وقد سلم تلك الرموز التي سبق فرسمها على يد موسى كبير الأنبياء سلم حقيقة بواسطة ابنه الحبيب إلى شمعون هامة الرسل ومنه إلى كل الكنيسة المقدسة حتى انقضاء العالم بارخ مور فتقبل أيها الرب الإلى بنعمتك وغزارة عطفك هذه الباكورة التي يقربها اليوم لعظمتك بتوسط ضعفنا طبعنا البشري الباس الذليل ويا عبدك هذا الشماس دانيال الذي انتدبته بدعوة سيادتك المقدسة ليكون خادما ووكيلا على أسرارك الإلهية وكاهنا فاضلا ومدبرا صالحا وقيما روحيانيا كائنا مملوءا عفافا ومعلما ماهرا يعلم غنمك الناطقة كل فضيلة واستاصل منه الشهوات الدنسة الباعثة إلى الإثم عبر الملذات الجسدية
وثبت في حبك للي وبرجاك السعيد، وادعوه وزينوا بالقداسة وبنقاء النفس والجسد وبها الروح وبالسلوك الحميد. بارك وارصنه وثبته في الإيمان القويم الذي لا يشين اختلاط بذوي البدع أو لوم سيرة قبيحة، وأهله بحنوك أن يدنو من خدمة أسرارك الإلهية بدالة الأعمال الصالحة الحميدة وبكل أنواع أعمال الفضيلة وبفكر متضع، وأن يقترب من هذا العمل الملائكي الذي يتوقه ملائكتك القديسون أنفسهم إلى الإحداق به، فيفوز بنجاة كاملة وخلاص تام لحياته، ويحرز غفران الذنوب والصفح عن الخطايا لكل رعيتك الناطقة المقدسة التي تمن عليها بنعمة ومراحم ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي معه لك يليق التسبيح والكرامة مع روحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبد. آمين. بارخ مور من الان قبل حسايت حوبش بقانا دحتاه بثرين المال عالم المي. آمين. قبل شمون باريا ونقلي ذدروما زعين عيدهم هيمان فردين حدنا شمايانا لم حالفنا لغباريتون لو حالفتين بهرينا وضعوا يوم ادنو حمون مشتريوا شمايوارون لغتن طولوني ويلي داترون اسدي لغما خيلو ينتحتوه مريم رحمون رحم علينا ودارا بارخ مور تقبل يا رب بلذة رائحة هذا البخور الذي قربناه أمامك في هذا الوقت، وارسل روحك القدوس ليحل علينا وعلى عبدك هذا الشمس دانيال الجاثيها هنا مترجيان موهبتك بواسطة ضعفنا، وبسبب هذه المواهب ونظيراتها نرفع إليك التسبيح يا ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة الحقيقي، وإلى أبيك ينبع البركات كلها، وإلى روحك القدوس متمم كل المنح ومقدس القديسين كافة الآن وكل آوان وإلى الأبد. كونك نلف شون صديق وصديقك شبح من طول داود عبد خلوت في خفا دمشيح هاليلويا. بارك رجل يا حلث الأقفوث صوت نشمع لسبرث للحيوث بوينجليو قنيشود مران
شوم شي حد مي ثقر على شولان مويو الو بارخ مار شلوم الكل خو امروحا قادي شد موران يشو امشي حو كرزو تمحياني تد من يوحن شمر زوند مخرز حي وفرقان العلماء دبرون وثيد موران والو فاروق قديلان يشو امشيحو ملت الحلد باس امثل تو قاديش تو مريم بارخ مور هولندين هو خانو هو هيمنينا عشية ذلك اليوم وهو الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم ولما قال هذا رأهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت أعمد عمد اسمع موديونوثو اسمع اسمع الاعترافات قارب قربوني قدم القرابين كالل كلل مشوح لكريه مشح لكريه وامسح المرضى بمسحة المرضى أجابهم يسوع الآن تؤمنون هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب معي قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذي أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب والأمن والسلام إلى جميعكم شباح المريب قدشي شبحي برقي عدوشني قادي شود أشرش خنتي على طرسينا يقدشي هوني ثون شري وناقي على عبد هوني خدا شبحي بحال ثونوثي شبحي بسو غدر أبوثي ثورامو على طرسينا يواجيني دي على موشي موشي صمو على وثياب للصيد يوحانو شبحو بقولوت قرنو شبحو يبقي ثوري وبخي نوري روحو قادي شو داقن عشدي عبغا وعيلي ثو هوني ثو ونشري وناقن على عبد يقول اتقادا شبحو بفلاقي وربيع شبحو الملح اليوثو روحو دمالي البنبيه والثواقي عجلي حيب هوني ذو نجري وناقين على عبد وغنة خدا شبحي بصصلي شمعو شبحي بقولو بقوذو كل نشمد شباح المريو طوبو دقعي اللي شليحة وشلطون ودراو مومخو
أشرش خنت الطيب وثق خلاب دخون افقد أشبر خموخ خلاب لبرا والروح قديش عالم وعدم العالم المين من شبح لبا قديش شادر لبري قديش ومن الروح قديش يوهب قدش القديش شيشون دانييل وشمل العبد خان ادهرك قريب وامساك المبثخ شمايوني ثم طول الباسي موي ثيك وساقي رحمين خلونونون تقورن لخ حيل ثان عظان دينوك دي حدا يبرخ ودروحو قديش بخول وشاق وبخول زبان العلمين بارخ مار شلوم الكل خون امر عادل طيب وراني شو مشيهم ويد بخول سبن مليو حاسي برثيث وبهائم وذود شرار صورق ذم ذبح قديش أركين وبعين الترعيث الوثق هود عمارة بمرا ومحويا ومساك الموهب ثق هيش ما يوني ثق هوي قريا ومقرب ومن تكسو دم شمشون الدرغط قاشيش نعمة ربنا يسوع المسيح تدعو وتنقل من رتبة الشماسية إلى رتبة الكاهنون دونييل قاشيش المذبحو قديشو والوهو يدعيتو مر ما دي صوبد مشجان دمين تحس شلطان تكرسيو شليحو يدان طيوخية روح مثل مشيحو ورحي مثمين مشيحو طين دونو دونو دقارب صالحو خيل كولا نتيث علو طيب ثوم جنون وثد روح قديش نزع قني مارت لوث زبنين مع بعض قري ليسون قري ليسون قري تتمجد أيها الإله الأب بكل ما يقوم به ومن أجل بنيان البيعة ابنك الحبيب ولإرشاد وإزدهار شعبك فينال نعمة ورحمة أمامك ويرث حصة رؤساء بيعتك الأمناء الحكماء بواسطة مراحم ابنك الوحيد الذي معه يليق بك التسبيح والتعظيم والولاية بروحك القدوس
هاشاب خلزبان العلمي ليثروح قاديشو ناكن على عبد أخد هرك قارب أخشود يخفرق لو تغلز لمر يومنا ما وهبث دروح قديش هذي شولنا من قبل نود صلوث روح هوى قديش مطل هذي قاعنا كذا أمرينا قديشة روح هو فارق ليط قديشة روح هو معبد حي قديشة روح هو دشتا كنلا أول ما وهب ثد روح قديشون أول روز عبد لو مثمال أول تميه ثق دلو ثغنسا موري كل شوب حولو بارخ مور. وعندما يلاقي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح في مجيئه الثاني برتبة القسوس ينال أجرا جيدا على خدمته الصالحة بوفرة نعم ابنك الوحيد الذي بواسطته ومعه يليق بك التسبيح والوقار والولاية مع روحك الكلي قدسه الصالح والمسجود له والمحي والمساوي لك في الجوهر الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. أمين. بارخ مور شلوم. بارخ مور شلوم الكل خور أمر ومنك تأتي كل المواهب الصالحة وإياك ينتظر عبدك هذا ويترجى ويشتاق لكي تحفظ منحك في نفسي دائما وليكن آخذا ونائلا من نعمتك ويسر بنفسه ولكي ينير من نعمك ويؤمر أولئك الذين تشتهي أنفسهم من نعمة لنعمك لأنك رحوم ومحب للبشر وبك يليق التسبيح والوقار والسجود ابنك الوعيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى الأبد. رسم في كنيسة الله المقدسة التسراح بيتو قادشتو ضالو دونيال قاشيش المذبح قادشو وله يديتو دور ماتاي سوبد مشمشقا دونيال قاشيش المذبح قادشو وله يديتو قادشتو دورتو دوكسو قد مات اجتمع دانيال قصيفة للمذبح المقدس في كنيسة الله الارتودوكسية المقدسة المذكورة أعلى رحمة باسمو دابو آمين دابرو آمين ودوحو حيو قاديشو
حايد العالم والميناء آمين. الذين نالوا الحظوة منك وعملوا مشيئتك مكافأة الوكلاء الأمناء والحكماء عند المجيء الثاني من السماء لربنا وإلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي معه يليق بك التسبيح والتمجيد والولاية مع روحك الكلي قدسه الصالح والمسجود له المحيي والمساوي لك في الجور الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. تشبع طوي قارو ودرو رم رمو دتلي طيوتو فاديشتو شوية بوسية والشينو بنيانو دعيتو قادشتو دالو تشبع دالي قارو ادرو رمو تتليتو يوثو قادشتو شوية بوسية والشينو بنيانو دعيتو قادشتو دالو تشبع دالي قارو ادرو رمو تتليتو قادشتو شويت بوسية شينو بنيون دعيتو قادشتو طالو تشبحتو ويطارو هدرو مرومو دتليتو يوثو قادشتو شويت بوسية والشينو بنيون دعيتو قادشتو دالو تشبحتو ويقارو هدرو يوثو قادشتو شويت بوسية والشينو بنيون دعيتو قادشتو ضالو تشبحتو ويقارو هدهر برامو دتليتو يوثو قادشتو شويت بوسية والشينو بنيون دعيتو قادشتو ضالو تشبحتو لي قراه درار مرام عدت لي ثاي قادشتو شويت بوسية والشينو بنيان ادعيتو قادشتو دالو تشبحتو لي قراه درار مرام عدت لي ثاي قادشتو شويت بوسية والشينو بنيان ادعيتو قادشتو دالو قارو هدرار امرام عدت ليتا يوتا قادشتا شويت بوسية والشينا بنيان ادعيتا قادشتا دارو شبتا ويقارو هدرار امرام عدت ليتا يوتا قادشتا شويت بوسية والشينا بنيان ادعيتا قادشتا تشبحتا ويقارو هدرار مرام عدت ليتا يوتا قادشتا شويت بوسية والشينا بنيان ادعيتا قادشتا دالو تشبحتا ويقارو هدرار مرام عدت ليتا يوتا قادشتا شويت بوسية والشينا بنيان ادعيتا قادشتو دالو تشبحتا ويقارو هدرار مرام عدت ليتا يوتا قادشتو شويت بوسية والشينا بنيان ادعيتا قادشتو دالو تشبحتا ويقارو
شويت بوسية والشينا بنيا ندعي تقديش تدالوه تشبطاني قارا هدرا نتلي دعيو تقالي شوية بوسية والشينا بنيا دعي تقديش مبروك. أبونا دانيال هو أول كاهن رسمي وفول تايم لرعية كولون رعية الشيخ متى. أبونا أباء الكهنة تفضلوا فينا ناخذ الكلفة. نبيل دبرها طول عمرك بتدبرها على الواقف يدبرها وعلى القاعد يدبرها ما شاء الله بركة. أباء الكهنة أنا لسه بدي أحكي كمان بالصالون بس أنا بدي أشكر كل اللي تعبوا وخاصة بهالفترة من بين سفر سيدنا أوجين ورسامته مطران لهلأ هن الآباء اللي بيعرفوا أسماءهم أبونا جوزيف شمعون أبونا جوزيف شابو أبونا جبريل اللي مانوا معنا اليوم جبريل القصو أبونا عماد يعطيهم ألف عافية. وبدي أشكر المجلس الملي السيدات الأحادية الشباب وكلياتكم فردا فردا الله يعطيكم العافية. جوقة كمان ما والشمامسة والشماسات يطول عمركم. يلا تفضل سامي. شما بوبر روح قديش حضلو شرير امين اصحاب النيافه الاجلاء الاباء الكهنه الموقرين الاباء الكهنه ممثلين الكنائس الشقيقه المحترمين الشمامسه والشماسات لجان الكنيسه الضيوف الكرام ايها الشعب المؤمن الشكر للثالوث الاقدس الازلي السرمدي الواجب التعظيم والتمجيد الذي منى علي أنا الغير المستحق غامراً إياي بنعمه الفائقة وعطاياه الإلهية باقتبال اليوم سر الكهنوت المقدس. يقول الرب يسوع ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر
أحبائي المؤمنين، إن سر الكهنوت المقدس هو هبة التي منّ عليها الرب الإله للبشرية لإتمام مشيئته على الأرض من بعد صعوده إلى السماء. فاختار الله أناساً يقيمهم وكلاً وسفراً ومدبرين روحيين لكنيسته المقدسة. ويعلمنا الرسول بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين: ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضاً. فيعلمنا الكتاب المقدس بعهديه إن الكهنوت وظيفة سامية جداً، إذ يأتي الكاهن بالشعب ويقودهم إلى الله بعد أن يعلمهم وصاياه الإلهية والأعمال الصالحة والتمسك بالإيمان القويم المسلم من الآباء الرسل الأطهار والقديسين الميامين. فينال الكاهن الشعب والشعب الخلاص بالمسيح يسوع الذي فدانا على خشبة صليبه المقدس. إخوتي الأحباء، يعلمنا الرب يسوع في إنجيله المقدس: كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. فبتأسيس الرب للكنيسة جاعلاً منها خادمة، وأسسها على شبه ومثاله، وهذا ما يجعل من الكاهن أيضاً خادماً في الكنيسة وليس مخدوماً، حيث يكرس الكاهن طاقته وحياته وأيضاً وقته للكنيسة، أن يحيا من أجل رسالة واحدة على هذه الأرض، وهي إتمام مشيئته الإلهية وتمجيد اسمه القدوس. فالكاهن لا يعرف معنى الراحة والهناء في هذه الحياة، بل على العكس تماماً يعيش الكاهن الشهادة اليومية بالجهاد من أجل البحث عن الخراف الضالة وخلاص النفوس، وخاصة في عالمنا اليوم المليء بالتخبطات الإيمانية وصعوبة المعيشة والتحديات التي تعيشها الكنيسة ويعيشها الشعب المؤمن من العولمة الكاذبة. إخوتي المباركين، إن سر الكهنوت هو موهبة سماوية، وكما شبهها آبائنا القديسين الميامين بأنه نور ونار في آن الواحد. فالذي يسلك بحسب وصايا الرب ويقود الشعب إلى الرب يسوع تماماً مثلما يوحنا المعمدان الذي علمنا قائلاً: ينبغي إن ذلك يزيد وإني أنا أنقص، فإنه سيكون نوراً للمسيح يسوع في هذا العالم. أما الذي لا يبحث عن خلاص النفوس فيكون هذا السر المقدس عليه ناراً مقتدى. فهكذا يعلمنا الكتاب وتعلمنا الكنيسة المجيدة كيف يجب أن يحيا الكاهن في القداسة، وأن يكون القدوة الصالحة لغيره، وأن يحيا في المحبة وعمل الرحمة. فالكهنوت هو شهادة حية، ومن خلاله يقدم الكاهن نفسه ذبيحة حية متحملاً الآلام والمشقات والتعب لأجل خلاص رعيته وراحة شعبه. وفي الختام، سيدي صاحب النيافة، أرفع آيات الشكر والعرفان إلى صاحب القداسة مارغناطيوس أفرام الثاني بطيرك أنطاكيا وسائر المشلق، والجالس سعيداً على السدة الرسولية البطرسية، وأرفع يداي إلى السماء طالباً له دوام الصحة والعافية والموفقية والقوة على خدمة الكنيسة من أجل رفع شأنها عالياً. وكما أشكركم سيدي صاحب النيافة مارديونوسيوس جان قواق على محبته الكبيرة لاختياري أن أكون واحداً من خدام هذه الأبرشية العامرة، وها أنا أتعهد أمامكم وأمام هذا الشعب المؤمن بأن أحفظ الأمانة التي سلمتموها لي. أنا الغير مستحق،
وأكون تحت إرشادكم وفي ظل رعايتكم، وأكون خادما مطيعا لنيافتكم ولقداسة سيدنا البطريرك. أشكر أيضا صاحب النيافة الحبيب سيدنا مار نيقوديموس داود شرف مطران أبرشية الموصل وتوابعها على حضوره الكريم بهذا الحفل الروحي. أدامكم الرب سيدنا، والرب يوفقكم في خدمتكم، وتودي يبارك مور سيدنا. كما أشكر أيضا الآباء الكهنة خدام هذه الأبرشية العامرة. لا جاي بالطريق شلون اشط بلي بلي بلو المخمسة. كما أشكر أيضا الآباء الكهنة خدام هذه الأبرشية العامرة الذين يعملون ليلا ونهارا لأجل تمجيد اسم الرب وإعلاء شأن كنيستهم الأنطاكية السريانية. شكرا آبائي على مشاركتكم لي هذا الحفل الروحي، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية والموفقية في خدمتكم المباركة والجليلة. وأخص بالذكر منهم الذين خدموا هذه الرعية الحبيبة خلال الأشهر الماضية، الأب جوزيف شمعون والأب جوزيف شابو والأب جابرييل القس والأب عماد المنة. مش معلم صفقة؟ سيدنا كل الشكر لك. وكما أشكر الآباء الكهنة القادمين من كندا وكاليفورنيا، بارخ مور آبائي شكرا على محبتكم. وأشكر أيضا الآباء الكهنة الأفاضل ممثلين ومندوبين الطوائف الشقيقة على حضورهم ومشاركتهم لنا في هذا الحفل الروحي. شكرا كثير آبائي، وربنا يوفقكم في خدمتكم. واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لشيخ كنيستنا السريانية صاحب النيافة الحبيب مارسي وريوس حاوى مطران أبرشية بغداد والبصرة. الذي تعلمت منه الكثير منذ نعومة صباي. أشكره على محبة متابعته لي الدائمة. أصلي للرب الإله أن يعطيه الصحة والعافية. وكما أشكر أيضاً الآباء الكهنة في أبرشية بغداد والبصرة المعلمين الذين خرجوا أجيالاً لخدمة الكنيسة، وأتمنى لهم الموفقية والعمر المديد. أشكر أيضاً صاحب النيافة مارتن مثاوس موسى الشماني مطران أبرشية دير مرمت العامر على تقديمه التهاني لضعفي، والذي شاءت الظروف لم يقدر أن يحضر معنا اليوم. يحميكم الرب سيدنا ويعطيكم الموفقية في خدمتكم المباركة. وأشكر أيضا صاحب النيافة مار يوسف بالي مدبر الديوان البطريركي على تقديمه التهاني، وأيضا الذي شاءت الظروف على عدم قدرته الحضور معنا اليوم. يحميكم الرب يسوع سيدنا ويوفقكم في خدمتكم المباركة. واسمحوا لي أن أشكر المعهد الإكليريكي معهد ماري إغناطيوس الأنطاكي في المملكة السويدية. أشكر كل معلميه وطلابه الأعزاء والمتمثلة بمديرها الحالي الأب الرباني يوحنا هابيل. وأشكر المعلمين الأعزاء على الأتعاب التي قدموها لنا من التدريس والتعليم في حقل اللاهوت. وإلى فخر العائلة والأجداد والأعمام والخوال الذين خدموا الكنيسة بإخلاص تام وخرجوا أجيالا من الخدام الذين يخدمون الكنيسة المقدسة في كل بقاع المسكونة، وهم الآباء الأب الخوري أفرام القس الحاضر معنا اليوم والذي تحمل عناء السفر لمشاركتنا اليوم في هذا اليوم، وأيضا الأب الخوري عبد الله القس والأب الخوري فاز الشماني والأب الخوري قليميس الشماني. أتمنى من الرب الإله أن يديمهم في حقل الخدمة ويعطيهم الصحة والعافية. وإلى الملاك الذي رافقني دوما. وشفاعته التي هي سبب بركة في حياتي. إلى الشفيع الذي عمل في الخفاء. أبي الروحي الذي أعطانا
مثالا حيا لسر الكهنوت المقدس الأب الحبيب الشهيد القس يوسف عادل عبودي. أبي الحبيب إن روحك العطيرة معي دوما وترافقني وتتشفع لي أمام العرش الإلهي. إلى عندليب الكنيسة الأنطاكية الذي أحب كنيسته كثيرا وظل يتغنى بمجد كنيسته المقدسة وهو على فراش الموت الأب الحبيب الخوري توما صوفيا الذي كان مثالا حيا للخدمة المعطاء. أبي الحبيب إني على يقين إنك تصلي لي وتشفع لي أمام العرش الإلهي. تيزفيريا سينجل شبقونو سيدنا شوية بالسويدي الشباب بالسويد عم يتفرجوا. تيزفيريا سينجل تي دين سوم هاستر تاتوس كونستانت يوتان اتبلي ترت تي دين سوم ها اپنات سين فام تي سين ابان فول اف شارليك هانس منينس مورديوس قورس بن امين اتاش تاكسو ميك سيدنا فالت وكي كبير تي هرب يسوس كريستوس اتي دي ميرو مير ستيركا تي لاتشانا ورسيرس كوردوكسا شيركان och den syrianska befolkningen i Sverige. Tillsammans med vår kära centrala styrelse må Herre Jesus Kristus stärka er i er tjänst. Till min kära andlig fader som har stöttat mig hela tiden. Fader, fader Stefan Oskvin, nämna mig och abona alltid i dina böner. Till min familj som har alltid, som jag har tjänat kyrkans ungdomar med. De som tjänar upphörligen utan att bli trötta. Till de som tjänar med tro och hopp. Soko Sverige. Tack så mycket Soko Sverige för allt. Och den enda vill jag säga till er. En gång sokist är alltid sokist. Det är jättebra. I want to thank those who have become my new family and support. The parish of St. Matthew. The church board and all the committees that worked hard to make this spiritual celebration successful. And I ask the Lord Jesus Christ to give them strength and the power to continue building upon what you have started. And my dear brothers and sisters in Sunday school and the youth, LTC, we have a lot of work to do. Get ready to hustle. I also thank the guests who have shared this ceremony with me. And I ask the Lord Jesus Christ to bless you and your families. اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر العاجز عن التعبير إلى من أحببني في خدمة الكنيسة وغرزني في بستانها الجميل إلى من جعلني عاشقا إياها ومن تحملوا شقاوتي في صغري إلى من ربوني في حقل الخدمة أبي الخوري نعمة القس وأمي نوال الشماني أتمنى من الرب الإله أن يعطيهم دائما الصحة والعافية حافظا إياهم من كل شر وسوء. وبابا مبروك ذكرى رسامتك اليوم ذكرى رسامتها. حتى تكون بركة سيدنا. وإلى من غمروني بمحبتهم وأنا واقف اليوم عاجز عن وصفها إخوتي سيدي صاحب النيافة مروجين الخس السكرتير البطياركي والحبيبين مينا وأرسين والمدللة مريم. أطلب من الرب يسوع أن يعطيهم أضعاف أضعافا ويديمهم لي حافظا إياهم من كل شر وسوء. إلى من هم سندي عائلة الثانية التي وهبني الرب يسوع إياها. إلى الأب الحنون الذي تعب معي خلال فترة تدريبي وتجهيزي للخدمة الأب الخوري يعقوب يوحانون. أطلب من الرب الإله أن يعطيه سؤل قلبه والعمر المديد والصحة والعافية وللحبيبة الخورية ريما ملكي وعائلتهم المباركة. إلى من حملت الصليب بكل مسرة وفرح. إما استجغي.
الآن ما سيدنا لقطة بكل مسرة وفرح وشجعتني على قبول الدعوة إلى الحبيبة مريم. فنحن سوية يا صاحب النيافة نتعهد أمامكم وأمام هذا الجمع المؤمن أن نكمل طريق آبائنا في الخدمة بقبولنا الوزنة الجديدة التي سلمت لنا لكي نعمل على زيادتها كما تعلمنا من آبائنا الأعزاء. وأخيراً أتقدم بالشكر لمن أصبحوا أهلي وسندي أبناء هذه الرعية المباركة، رعية شفيعنا الحبيب مار متى الناسك. وإلى المجلس الملي وجميع المؤسسات الذين تعبوا وقدموا النجاح لهذا الاحتفال الروحي من تنظيم وترتيب. وأشكر أيضاً الضيوف الذين قدموا وتحملوا عناء السفر لحضور هذا الحفل الروحي. وأشكر كل من اتصل من الأهل والأصدقاء مهنئين لي من كل بقاع العالم، وأطلب من الرب يسوع أن يعطيهم أضعاف أضعاف محبتهم. وأمين بارخ مور سيدنا. Baruch Mor Sayyidina. Good evening, my beloved. Congratulations to San Matthew, to Mor Matti. Alf Mabruk, الأب الجديد أبونا دانيال. بشأن المناولة أحبائي for the communion, we are going to have three priests here at the altar. One of them is the newly ordained priest. He will be with us. Okay, so he will be at the middle. But make sure not every one of you go to him. اوكي لا تروحون بس على ابونا الجديد تتناولوا من عنده راح يكون في ابونا على اليمين وابونا على اليسار any priest available please go to them and receive communion and also there will be one priest outside at the hall for communion may I ask you to stand up please for the prayer of confession let's say it together تعريف الله للحب يسوع المسيح روح القدوس واعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة في نيقية وقسطنطينية وأفسس على رجاء الكهنوت الشريف المسلم إليك يا أبي الكاهن وبه تحل وترضى إنني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر خطيئتي عظيمة جدا وأنا نادم عليها ندامة كاملة قاصداً أن لا أرجع إليها أبداً راضياً بالموت أحرى من أن أقبل الخطيئة فأسألك بسلطان الكهنوت المقدس أن تحلني وتسامحني بذنبي سائلاً الله أن يغفر لي بنعمته آمين أحبائي نتأمل في هذه اللحظات في خطايانا التي ارتكبناها أمام الرب ونذكرها في صدورنا لننال عنها مغفرة لما نتقرب إلى القربان إحنا متقربين إلى الرب يسوع بالذات يعني إحنا ما كناكل خبزاي هذا القربان هو جسد ودم الله جسد ودم الرب يسوع جسدي مأكل حق دمي مشرب حق كثير ننشغل كثير ونتباهى أنه إحنا نعرف الله بس السؤال اللي هو كثير كثير مهم هل الله يعرفنا؟ هذا كان الفرق بين الخمس الجاهلات والخمس الحكيمات الجاهلات قلم كلمة كثير خطيرة الرب يسوع إني لا أعرف كنا إحنا نتصور إنه إحنا نعرف الله فإيماننا يرتبط بتصرفات ونكون متدينين لا مؤمنين التدين لا يكفي الإيمان هو المطلوب
ولهذا كل ما نحضر قداس كل ما نتناول هي فرصة جديدة، فرصة أن نجدد علاقتنا بالله، نجدد انتمائنا لله، نجدد عضويتنا في جسد الله وجدد عضوية الله في حياتنا. ولهذا هو أعطى وعد كثير مهم، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه وأقيمه في اليوم الأخير. فلهذا أتمنى أن نذكر خطايانا في صدورنا ونحن نادمون عليها بانسحاق قلب لننال عنها مغفرة. اذكروا خطاياكم في صدوركم. بارخ مور. ليترحم عليكم الرب الإله برحمته الواسعة ويقودكم إلى ميناء الحياة الأبدية ويغفر خطاياكم التي فعلتموها بإرادة وبغير إرادة، بقصد وبغير قصد، والتي ذكرتموها في صدوركم والتي نسيتموها، مثلما غفر للخطاة والزناة والعشارين فهو القائد، جئت لأشفي مرضى لا أصحاء. أحلكم من جميع خطاياكم لا بسلطاني أنا بل بسلطان رئاسة الكهنوت الذي تسلمته من آبائي وآبائي من الرسل والرسل من سيد المسيح مباشرة، لتتنقون وتتقدسون. بارخ مور. باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. I don't know.
من مذبحهم حسيون ونحوس حوسو يا العبد اكبر الله ديث فرقنا واعتذدني ثميت اللحومان ودوثة غنسان العلمين آمين شوط مر يا الله يمينو خلمت حزيوني ثو باريخو القشون صغو دايك دان قبلي مسافر ود مخياقيرو حوسو يتحبي والشقون وضحتو هي والقل يثفي دخذو ميك مورا والوهان أن العلمين لتكون مراحم الله العظيم على حامل هذه الأسرار وعلى مناولها وتناولها وعلى كل من تعب واشترك ويشترك بها مراحم الله تحل علينا وعليهم في العالمين إلى أبد الأبدين نار الحب فتسمح يا رب أن
وقلت لي أني سأحمل الصليب، لكنك وعدت أن تمنحني من روحك القدوس عونا لا يغيب، مرسا نفسي لك، نفسي لك ضعيفا حبي لك، حبي لك تاليا بروحك أسير خلفك. سبحانك سبحانك ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك. جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الغافر الثمين الذي شربناه لا يا رب يكونان لنا دينونة وانتقاما بل حياة أبدية وخلاصا لجميعنا. وارحمنا Thank you.
رخمور إننا نشكر إحسانك للبشر ساجدين فقونا جميعا وعنا واعضدنا وثبتنا واغفر لنا وارحنا بواسطة تنغمنا بهذه المائدة الروحانية فنهتف بحمدك وتسبيحك وابنك الوحيد وروحك القدوس وشاب أبخل إسبان العلمين بارخ مور شلومو الكل خون من بوثار سي بوثاد روزي ولا هايد في هي توب قدوم ريم رحمون ري شي نركي الله ايها المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء وصار لنا طعاما لا يفنى احفظ نفوسنا وأجسادنا من جهنم التي لا تطفى ودود الذي لا يبلى لنسبحك وأباك وروحك القدوس ألا وكل أوان وإلى أبد الأبدين صلوثو حمان مردونيال صلوثو لصلا وثوق نشمع مريو وانحاسلين جعلان الخون طيبوثو والرحمة دتليثو يثو قادشتو عام زوودي وبركوثي دا سبتم مما ذبحم حسيون ودموريو راحيقي عم قاريبة حاي عم ميثي بارخ مور فريقي بصيب تزاكو يدموريو وطبعاي برشمد معموديثو قادشتو ذهي تحسح وبيكون وتشبوق بصورة يكون وتنيح روحو ثدعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو إثحنان وثعدار بياض استاوثخون بارخ مو زيلون بشلوم وكاتحو ذيتون وروزيتون وعلى محيلو حاطويو صالة تطلع كمان.